بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم كيف مالك. ما هو معيار الخيرية بين الناس؟ هذا السؤال يجب أن نسأل أنفسنا عنه كل يوم، فالله عز وجل جعل معيارا للتقوى بين الناس، والنبي عليه الصلاة والسلام جعل معيارا آخر. بعد صلاة الجمعة خرجت مع مجموعة من الأحباب والأصدقاء، وقد استمعنا إلى خطبة عن التقوى، وقد خلص الخطيب إلى قول الله تعالى: هو أعلم بمن اتقى. معروف أن التقوى ومراقبتها والتوصل إلى الحكم على من هو تقي أو غير تقي هو من عمل الله عز وجل. قلت: هذا يدلنا على أن معيار التفاضل بين الناس عند الله عز وجل إنما يكون بالتقوى والتقوى فقط. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أيضاً أن هذا المعيار هو المعتمد في قوله: لا فضل لعربي على أعجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود، ولا لأسود على أحمر، إلا بالتقوى. إذن التقوى لا يعلمها إلا الله تعالى ولنا الظاهر، لكن هذا المعيار لا يعلمه إلا الله عز وجل، لأن التقوى من عمل القلوب وليس لنا كبشر إلا الظاهر، ونحن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. كان سيدنا عمر بن الخطاب يقول: إن ناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، وليس لنا من سريرته شيء، الله يحاسبه في سريرته، ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدقه، وإن قال سريرته كانت حسنة. لكن هناك بعض المعايير الأخرى يتفاضل بها الناس، دلتنا عليها أحاديث نبوية كثيرة، دائما تكون في مطلعها قول النبي عليه الصلاة والسلام: خيركم من فعل كذا، أقربكم مني مجلسا، خير الناس من يفعل كذا. هذه أحاديث متعددة، وجمعها بعض الدعاة في كتب مستقلة. أقف اليوم عند معيار واحد مهم من هذه المعايير وهذه الأحاديث، يتقاطع مع الجانب المالي الذي ندرسه في هذا البرنامج. أعرفتم ما هو؟ إنه معيار النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال: خيركم خيركم لأهله. إذن معيار الخيرية عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإنسان الذي يكون خيرا مع أهله، منفقا عليهم، يتعب نفسه في الجهد لهم والعمل لهم، سواء كانوا كبارا أو صغارا، هذا الإنسان هو خير عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويبين عليه الصلاة والسلام أن هذا الإنسان إذا كان خيرا لأهله فهو خير للناس، وأن هذه الخيرية في السعي في رزق أهله وعياله هي المعيار الأول، لأن معيار المال الحلال مقدم على غيره، ومعيار الإنفاق مقدم على غيره من التصرفات والعبادات. إذن طالما كان الإنسان ينفق على أهله من مال حلال فهي الخيرية الأولى التي يعظمها النبي عليه الصلاة والسلام. من المعايير أيضا المال الحلال. اليوم كيف أقارن بين إنسان وإنسان وكلاهما من المؤمن؟ المعيار الأساس، وربما أركز عليه في هذا البرنامج: هل ماله حلال؟ هل ماله حرام؟ طبعا نسأل عن العبادات، عن الأخلاق، عن تعامله مع الناس، لكن بصراحة أقول إذا كان ماله حلالا فربما تستقيم كل الأمور، لكن إذا كان ماله حراما أظن أن حتى عباداته لن تقبل عند الله عز وجل. أنا أسأل عن التزامه بالعلم، أسأل عن عباداته والتي ثمرتها هذا التطبيق العملي الذي يكون من خلال المال الحلال. إن إغراء المال الحلال أيها السادة وفتنة المال هي من أشد الامتحانات الحياتية. نعم عباداته امتحان له، ثوابه عند الله كبير، لكن يعنيني منه كإنسان أن أتعامل معه. هذه الثمرة من إيمانه وعباداته، هل توقفه عن أكل المال الحرام؟ هل توقفه عن كسب المال الحرام؟ هل تمنعه من الغش، من الخداع، من الغرر، من الخيانة؟ كل ذلك سنجد أن وراءه المال. هذا المال هو الفتنة الأشد على بني آدم، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام: إن لكل أمة فتنة، وإن فتنة أمتي المال. فإذا جاءنا خاطب
هل نسأل ماله حلال؟ إذا جاءنا شريك هل نسأل ماله حلال؟ إذا أراد ولدك أن يعمل هل تسأله هل ستعمل بمال حلال؟ إذن هذه معايير للتعامل مع الناس، ولعل معيار المال الحلال هو معيار التفاضل بين الناس جميعا، وربما تكون القضايا الأخرى بين المؤمنين خاصة. لذلك أسأل الله العلي العظيم أن لا يغيب هذا المعيار، معيار التفاضل بالمال الحلال بين المسلمين خصوصا وبين الناس عموما، حتى نحظى بحياة كريمة طيبة. أسأل الله العلي العظيم أن يجعل مالكم حلال، وأن تحظوا بالمعايير الأولى دوما عند الناس وعند رسول الله وعند الله عز وجل. ألقاكم على خير، مالكم حلال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.